الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج آدم. الحقيقة الحلقة اللي فاتت كنا بدأنا موضوع مهم جدا بالنسبة لآدم وكل آدم ممكن يعاني منه في يوم من الأيام، وهو الضعف الجنسي. كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بعض الأسباب للضعف الجنسي، بعض الحاجات اللي ممكن نتجنبها عشان نتجنب حدوث الضعف الجنسي، ووصلنا إلى تشخيص الضعف الجنسي وقلنا إزاي نشخص حالة ضعف جنسي. الحقيقة إن الطبيب المختص اللي بيقابل حالة الضعف الجنسي بيبقى عنده هدف مهم جدا، وهو هل هذا المريض مريض ضعف جنسي نفسي أم عضوي. والحقيقة إن الفارق ما بين الاتنين كبير، والفارق في طريقة العلاج كمان كبير. زي ما قلنا 80% من طريقة تشخيص الضعف الجنسي هي اللقاء بالمريض، وزي ما قلت يمكن في الحلقة اللي فاتت الضعف الجنسي ما بيتشخص بالتليفون، ما ينفعش، لازم أقابل المريض، ولازم كمان المريض يكون معاه شريكته أو زوجته عشان نسمع منهم هما الاتنين هي إيه هي المشكلة بالظبط. الحقيقة إن أصعب أنواع الضعف الجنسي هو الضعف الجنسي اللي بيحصل في ليلة الدخلة أو في ليلة الزواج، دي أصعب الأنواع اللي بنلاقيها، وده للأسف بيبقى لكثير برضو من الاعتقادات الخاطئة اللي ناس كتير مش فاهمة ان الكلام ده مش مظبوط، وان طريقة فض غشاء البكارة ليها طريقة معينة لا يمكن يكون غيرها. والحقيقة ان زمان كان الأهل بيقوموا بهذا الدور، انهم يعلموا ولادهم وبناتهم ان فض غشاء البكارة ليه طريقة معينة، وان في وضعية معينة للجماع في أول يوم ما تنفعش غيرها. والحقيقة ان هم دلوقتي بيقولنا المرضى وهم مش عارفين هو انا المفروض اعمل ايه في الليلة دي، وايه اللي الوضعية اللي المفروض ان انا اعملها في هذا اليوم. حقيقة بنفهمهم الموضوع، بيكتشفوا بعد كده ان الموضوع اللي هم كانوا عاملين عليه مشكلة ومسبب لهم عقدة نفسية وممكن ينهي حياتهم الاسرية موضوع بسيط ولطيف ومفهوش اي مشكلة، وهو موضوع طبيعي جدا، لكن يحتاج لبعض العلم وبعض المساعدة او المعاونة من الطرفين زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. زي ما قلنا اللقاء ما بينهم مهم جدا، ان احنا نلتقي بيهم ونسمع منهم ونسمع من الزوج ونسمع من الزوجة هي ايه المشكلة بالظبط. التاريخ المرضي مهم جدا، عندك كم سنة، بتشتغل ايه، تشرب سجاير ولا لا، طب مخدرات ولا لا، ضعف الجنس ده بقاله قد ايه، فجأة ولا بالتدريج. كل سؤال من الأسئلة اللي أنا بقولها لحضراتكم دي ليها عندي أنا مردود، وليها عندي أنا ترجمة معينة في الآخر بوصل بيها لفكرة هل هذا الضعف الجنسي نفسي أم عضوي. الحقيقة في الحلقة اللي فاتت كنا شرحنا جهاز مهم جدا في تشخيص الضعف الجنسي، وهو جهاز الريجيسكان أو قياس الانتصاب الليلي أو حدوث الانتصاب أثناء النوم. لكن الحقيقة الجهاز ده على قد ما هو دقيق جدا وعلى قد ما هو مهم جدا، على قد ما هو غالي ومش موجود تقريبا إلا في مراكز معدودة على الأصابع في بلدنا مثلا في مصر، فعشان كده الوصول ليه صعب. أنا محتاج طرق أبسط من كده علشان أشخص الضعف الجنسي. ده جهاز الريجيسكان زي ما حضراتكم شايفين، جهاز غالي جدا، وزي ما قلت لكم موجود في مراكز معدودة على الأصابع في جمهورية مصر العربية. طب ايه الطرق التانية اللي انا ممكن اشخص بيها الضعف الجنسي وابسط وارخص؟ الحقيقة ان ابسط طريقة لتشخيص الضعف الجنسي هي الحقن الموضعي. يعني ايه الحقن الموضعي؟ الحقن الموضعي يعني انا بحقن لهذا الرجل مادة في القضيب، المادة دي تساوي الاثارة الجنسية بالظبط، هي بتعمل نفس تأثير الاثارة الجنسية. هو لما بيحصل له اثارة جنسية المادة دي بتطلع عنده في الانسجة، فده نفس السيكونس اللي بيحصل، ان انا اديله الماده كانه حصل له اثاره جنسيه، المفروض ان يحصل له انتصاب. طبعا هنا عندك بقى احتمالات متعدده، ان اديله الماده ما يحصلوش انتصاب، او يحصل له انتصاب غير كامل، او يحصل له انتصاب مستمر، او يحصل له انتصاب متاخر، او يحصل له انتصاب سريع الارتجاع. كل دي احتمالات في الحقن الموضعي، كل واحده وليها مردود عندنا وليها ترجمة عندنا في سرد التاريخ المرضي أو التشخيص المرضي لهذا المريض. الحقنة الموضعية رخيصة وموجودة في حتت كتير جدا، لأن المادة نفسها سهل الحصول عليها، قصة كلها المادة وسرنجة إنسولين، فما عنديش مشكلة فيها. يمكن ما تكونش بدقة الريجيسكان ده أكيد، لكنها رخيصة وموجودة، ودي حاجة مهمة جدا.
في حاجات تانية ممكن اعملها للمريض يمكن اقل اهمية شوية لكنها بتديني صورة كاملة عن المرض. بعد ما انا اديت للمريض الحقنة وابتدى المريض ده يحصل له نوع من انواع الانتصاب، اخده اوديه لجهاز الدوبلكس. جهاز الدوبلكس او جهاز موجات فوق صوتية او بيسموه دلوقتي الكالرد دوبلكس لانه ملون وبيدي الوان معينة. هذا الجهاز بيدينا صورة واضحة عن حجم الشريان قبل الحقن كان قد ايه وبعد الحقن بقى قد ايه، سرعة الدم داخل هذا الشريان، والشريان ده تمدد فعلا بالنسبة المطلوبة اللي احنا عايزينها ولا لا. يبقى انا كده قدرت ان انا اختبر الشجرة الشريانية لهذا المريض، ودي حاجة مهمة جدا، عرفت شرايينه بتستجيب ولا ما بتستجيبش. ده اسمه الكالرد دوبلكس او بيسموه الموجات فوق الصوتية الملونة. الحقيقة في حاجات تانية يمكن اكثر تعقيدا شوية مش عايزين ندخل فيها لانها معقدة شوية، لكن في الاخر انت عايز تختبر ايه؟ انا عايز اختبر زي ما قلنا، عايز اختبر القدرة الشريانية، عايز اختبر القدرة العصبية، وفي الاخر عايز اختبر قدرة الاوردة على الانغلاق عشان تقفل على الدم ده عشان الدم ما يهربش والانتصاب يروح من المريض. ادي الحاجات اللي انا عايز اوصل لها علشان اشخص هذه الحالة عضويا. لكن ارجع واقول تاني، لو حبيت اعمل اختبار واحد يفصل ما بين المريض النفسي والمريض العضوي، ما عنديش للاسف غير الريجسكان، ادق حاجة، يمكن غالي يمكن مش متوافر لكنه من ادق الحاجات اللي بتشخص قصة الضعف الجنسي. بعد ما بنشخص المريض وبنعرف هو عنده مشكلة نفسية ولا مشكلة عضوية، بنبتدي بقى ان ايه نحاول نساعده علشان يتخطى هذه المشكلة. الحقيقة ان انت كطبيب ذكورة بتتعامل مع حالة ضعف جنسي عندك بعض الادوات اللي بتتعامل بيها. الادوات دي لازم توظفها بطريقة مظبوطة عشان تقدر تساعد مريض الضعف الجنسي. انا هقول لحضراتكم الادوات اللي في ايدينا بسرعة كده او ايه اللي احنا نقدر نعمله. اول حاجة التثقيف والتعليم الجنسي، ودي حاجة مهمة جدا والمفروض انها تبتدي من الصغر، مش لما المريض يجي لي يقول لي انا عندي مشكلة. يعني المفروض ان انا ابدأ التثقيف والتعليم الجنسي للطفل من اول قد ايه؟ من اول 3 سنين الحقيقة، من اول سنتين كمان مش 3 سنين. لازم يبتدي الطفل يتثقف جنسيا من اول سنتين، تمام؟ طبعا دي حاجة مش احنا اللي هنقدر نعملها، احنا مش هنشوف الطفل وهو عنده سنتين، ده دور الاب والام. بعد كده لازم يتثقف جنسيا في المدرسة، ثم في الجامعة، ثم لما يكبر ويوصل لنا بيعاني من شيء ساعتها نقوم بدورنا. ادي اول اداة موجودة في ايدينا وهي اداة التثقيف والتعليم الجنسي. الاداة التانية هي اداة الادوية، الاقراص، يعني ان انا ادي للمريض اقراص تحسن له موضوع الضعف الجنسي. بعد كده الحقن، ثم بعد الحقن يأتي في الاخر اخر حل بنلجأ له هو التدخل الجراحي. تعال نتكلم مع بعض على الادوات دي واحدة واحدة. نبتدي الاول بالتثقيف الجنسي او التعليم الجنسي، ودي حاجة مهمة جدا، ودي للأسف حاجة بنغفل عنها تماما في مجتمعنا. احنا بنسيب الناس تتعلم جنسيا من اصحابها، من الانترنت، من التلفزيون، من كتاب، من مجلة. المعلومات دي بقى صح غلط مش مهم، هو في الاخر هيصدق اللي شايفه او اللي سمعه. عشان كده احنا لازم نعلم اولادنا قبل اي حاجة يعني ايه ثقافة جنسية، والثقافة الجنسية دي يجيبوها منين، ويسمع مين ويصدق مين وما يصدقش مين، عشان ما نكبرش بعد كده ببعض الاساطير اللي ممكن تأثر على حياتنا الجنسية. والامثلة على كده كتير. الحقيقة جالي مرة مريض قال لي حاجة لطيفة جدا، انا لما سمعتها اتخضيت. يعني قال لي ان هو عنده ضعف جنسي بسبب ان زوجته كانت بتضع له قطرات من دماء الحيض في الشاي، وان دماء الحيض بتسبب الضعف الجنسي. معلومة غريبة الحقيقة، اول مرة اسمعها، وغير صحيحة بالمرة، مفيش حاجة اسمها كده، وده بسبب انه هو اتعلم كده من هو صغير. فلما بيجي لك الناس دي بتعاني من الضعف الجنسي لازم تعلمهم من الاول ثقافة جنسية، لازم تعلمهم تشريح، ولازم تعلمهم وظائف اعضاء، ولازم تفهمهم جسمهم ده متكون ازاي وشغال ازاي، عشان تمحي عنهم الاساطير اللي هم اتعلموها من وهم اطفال.
دي اول مهمة لينا الحقيقة في التثقيف الجنسي. بعد ما بنحاول ان احنا نوضح الصورة لهذا المريض او اللي ممكن في الاخر ما يطلعش مريض بعد ما تكتشف ان مشكلته في الافكار الخاطئة، بنبتدي بعد كده نضع له الافكار الصحيحة او نعلمه الافكار الصحيحة او نعمل له نوع من انواع السيت اب كده زي الكمبيوتر، بنبتدي ندخل له المعلومات الصحيحة وبنبتدي نشرح له المعلومات الصحيحة علشان يخرج من مخه الافكار القديمة. ده اسمه التثقيف الجنسي. وللأسف ان احنا دلوقتي احنا كدكاترة بنشتغل في الامراض الجنسية بنقوم بدور الاب والام والمدرسة ودور العبادة والتلفزيون والانترنت، كل الحاجات دي بتبقى مدية افكار خاطئة واحنا بنحاول نصلحها للناس، لكن احيانا بيبقى الوقت اتأخر. بعد الحقيقة ما بنفهم الناس دي ثقافة جنسية وبنفهمهم بعض المفاهيم الجنسية الثابتة، ودي موجودة في كتب عالمية لازم الإنسان يفهمها قبل ما يبدأ اللقاء الجنسي، بنبتدي نتدخل بعد كده لو ما حصلش تحسن بالأدوية. وهنا بقى نيجي في مشكلة الأدوية، لأن الحقيقة مشكلة الأدوية دي قصة كبيرة جدا بنواجهها. دايما بتسمع السؤال المعروف، يا دكتور أنا أخد أنهي قرص؟ أخد الأزرق ولا الأحمر ولا الأصفر ولا اللي عليه نمر ولا اللي عليه تعبان ولا اللي عليه تمساح؟ طبعا الموضوع مش كده خالص، القصة أدق من كده بكتير. وللأسف إن معظم المنتجات اللي بتتباع على الرف أو بتتباع على الرصيف أو بتتباع على الإنترنت أو بتتباع في التلفزيون، معظمها للأسف مضر أكتر ما هو نافع. ودي رسالة بنحاول نوصلها للناس، إنك ما تاخدش حاجة أنت مش عارف إيه هي، مش عشان هو مرسوم على العلبة تعبان او نمر او تمساح يبقى معنى كده ان ده مشروب القوة. مفيش حاجة اسمها كده، لازم تفهم المادة دي ايه وجاية منين، ودي معترف بيها دوليا ولا لا، او مسموح اصلا ان البني ادمين ياخدوها ولا لا. للأسف ان في بعض المنتجات فيها مواد سامة ومواد غير مسموحة او غير مسموح باستخدامها للاستهلاك الادمي، عشان كده لازم تعرف. حتى الاقراص اللي موجودة في الصيدلية ما تروحش تطلب الاحمر او الاصفر او الاخضر، هو مش باللون ده. كل قرص من الاقراص دي ليه وظيفة وينفع لمريض وما ينفعش المريض تاني، ويأذي مريض تالت عنده مرض معين ويموت كمان مريض اخر لو خده غلط. يبقى اذا الموضوع مش ازرق واحمر واخضر، الموضوع اهم من كده بكتير. هناخد فاصل وبعد الفاصل نكمل مع حضراتكم الوان العلاج ان شاء الله. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل علشان نكمل قصة علاج الضعف الجنسي. قبل الفاصل كنا اتكلمنا عن بعض الألوان والأحمر والأخضر والأزرق. الحقيقة الموضوع أخطر من كده بكتير. أدوية الضعف الجنسي لو استخدمت بطريقة خاطئة ممكن هي نفسها تعمل ضعف جنسي، ممكن هي كمان تسبب أزمات قلبية وقد تؤدي إلى الوفاة لا قدر الله. زي ما قلنا إن كثير من الحاجات اللي تتباع على الرف أو على الرصيف أو في أي حتة ممكن تؤدي لمشاكل كتير، ابسطها الفشل الكلوي لا قدر الله. عشان كده لازم دايما ابقى عارف نوع الدواء اللي انا باخده، الدواء ده اسمه ايه، والدواء ده من شركه ايه، ومسموح بيه عالميا ولا لا، الجرعه قد ايه، اخده ازاي. هدي مثال بسيط جدا على طريقه علاج اقراص موجوده في السوق ومشهوره جدا، وهي فعلا اقراص مفيده جدا، لكن الاقراص دي لو اتاخدت مع الاكل تبقى كانك ما خدتش القرص، يبقى كده الفلوس راحت في الارض. اذا هذا الدواء بالذات لازم يتاخد بعد الاكل باربع ساعات، ده مثال. فما ينفعش اروح للصيدلي، لان الصيدلي ممكن ما يكونش عارف المعلومة دي، واشتري منه الدواء اللي انا في واحد زميلي خده وبقى كويس، واخده انا ومبقاش كويس، فابتدي اتضايق، الله ده معنى كده بقى ان انا مريض جدا. لا، دي مش حقيقة، انت بس ما خدتش الدواء بالطريقة الصحيحة او بالجرعة الصحيحة. فعشان كده الاقراص ما بتتخدش لا بالوانها ولا باسمائها ولا بشهرتها ولا بالرسمة اللي عليها. الأقراص بتتاخد تحت إشراف الطبيب بطريقة معينة بجرعة معينة ولفترة معينة. الحقيقة في بعض الأسئلة المشهورة جدا اللي بنتسئلها عن الأقراص، لأن برضو في بعض الناس عندها بعض الأفكار الخاطئة عن الأقراص، إن إحنا دلوقتي يا دكتور أنا لو خدت الأقراص دي ده أنا هتعود عليها، هفضل طول عمري أخدها. لا، دي مش حقيقة. أنت ممكن تاخد الأقراص لفترة معينة عشان تعدي مرحلة معينة او مشكلة معينة، وبعد كده هتبطلها وترجع طبيعي، هي مش ادمان. ف
فده اللي احنا عايزين برضو نوصله لبعض الناس. في ناس فاكرة ان الاقراص دي ما بياخدهاش غير المرضى الميؤوس من شفائهم، برضو دي مش حقيقة. الاقراص دي في ناس عادية جدا بتاخدها، ممكن تاخدها لتحسين المزاج العام لانه هو متضايق شوية وحالته النفسية مش كويسة فعايز حاجة تساعده. احيانا بنديها على فكرة في بداية الزواج عشان الناس بتبقى داخلة الزواج وهي خايفة وهي رهبة الموقف، مش عيب ابدا ان انا اخد حاجة تساعدني تعمل لي انتصاب اقوى شوية عشان اقدر اتمم العملية الجنسية، مش عيب. فالاقراص ما هياش تهمة وما هياش مخدرات وما هياش ادمان، دي مش حقيقة. الاقراص دي مهمة جدا، بتساعد ناس كتير قوي، من اول زي ما قلت لكم ان في ناس بتاخدها يعني رايح رحلة وعايز يبقى كويس، لغاية ناس مرضى معتمدة عليها بتاخدها طول عمرها. مين اللي يحدد ده او ده؟ الطبيب المختص. طب لو ادينا بقى الاقراص بالجرعة المطلوبة والجرعة المظبوطة والنوع المظبوط وما جابتش نتيجة، ايه المرحلة اللي بعد كده؟ المرحلة الحقيقة اللي بعد كده هي الحقن الموضعي. الحقن الموضعي بمنتهى البساطة ان المادة اللي انا قلتها لحضراتكم قبل كده عن اللي بتعمل الانتصاب، هاخدها في حقنة بسيطة جدا توجعش خالص، ما فيهاش اي مشكلة، سرنجة انسولين ببساطة زي الانسولين بالظبط اللي الناس بتاخده اللي عندها السكر. وهي الحقنة دي بتتاخد في القضيب بطريقة معينة، لازم برضو الدكتور اللي يعلمك ازاي تديها لنفسك. بتعمل انتصاب مؤقت لمدة ربع ساعة نص ساعة، يتم العملية الجنسية ثم يختفي الانتصاب وخلص الموضوع على كده. دي ببساطة اسمها الحقن الموضعية. الحقن الموضعية نحب برضو نقول ما لها وما عليها. ما لها انها طريقة علاج كويسة جدا، ناس كتير قوي ماشية على الحقن دي وسعيدة ومبسوطة وبتعمل جماع كويس ومفوش اي مشكلة خالص. الحقيقة انها الحل الامثل للناس اللي الاقراص ما جابتش معاهم نتيجة، ما انت ما عندكش حل تاني، لازم تلجأ للحقن الموضعي. فالحقن الموضعي ليه كثير من المزايا الحقيقة. طب ايه عيوبه؟ لا، عيوبه كتير. ان هو لو اتعمل بطريقة خاطئة، لو السرنجة دي دخلت في مكان غلط هتعمل مصيبة، لو ان يحصل مثلا نزيف او انها تضرب في عصب او مشاكل كتير قوي. فلازم الدكتور يعلمك ازاي تديها لنفسك. ما ينفعش اللي يعلمك صاحبك او جاركو او واحد حلاق الصحة، ما ينفعش الكلام ده، لازم الدكتور اللي يعلمها لك، لان ليها مشاكل خطيرة جدا. من احد مشاكلها المشهورة جدا الانتصاب المستمر، ودي الحقيقة كارثة بنشوفها كتير قوي. واحد راح لصاحبه او لحلاق الصحة او ايا كان، قال له الانبولة دي انا عرفت ان الدكاترة في القصر العيني بيشتغلوا بيها بيدوها للمرضى، مرضى بيحصل لهم انتصاب تمام، تعالى ادي لك واحدة. وفعلا يروح رايح وهو عارف انها بتتاخد في سرنجة انسولين ويروح مديله الحقنة. يجي الراجل ده يحصل له انتصاب جميل مستمر ساعة 2 3 4 والراجل مبسوط وسعيد جدا، وبعد 5 6 ساعات يكتشف ان الانتصاب ده ما بيروحش، وبعد فترة يبتدي يجي له ألم شديد في القضيب، وبعد كده القضيب يبتدي يزرق. على ما الراجل ده بيتحرك ويروح المستشفى اللي هو فيها ما يعرفوش يتصرفوا، يبعتوه المستشفى المركزي ما يعرفش يتصرف، على ما يوصل لنا في القصر العيني بعد يومين يكون حصل له تليف كامل في القضيب والموضوع انتهى على كده. للأسف دي كارثة، لأن اللي اداله الحقنة مش عارف ان الحقنة دي ممكن تؤدي إلى عاهة مستديمة وان الراجل ده خلاص مش هيجيله انتصاب تاني. فعشان كده الموضوع مش بسيط. الحقن لطيفة، طريقة علاج جميلة، ناس كتير بتستفيد منها، لكن لازم تبقى تحت إشراف طبي دقيق جدا. زي ما قلنا ده الخط اللي بعد الأقراص، لو أنا الأقراص خدتها وما جابتش نتيجة. طيب ما جابتش بقى الحقن نتيجة، خدت الحقنة وما حصلش انتصاب وما استفدتش منها، أعمل إيه؟ الحقيقة إن آخر أداة في إيدنا أو آخر حاجة بنستعملها هي التدخل الجراحي. والتدخل الجراحي هو الحل الأخير والنهائي للضعف الجنسي في الحالات اللي لا تقبل أي طريقة أخرى للعلاج. ببساطة هو إيه هو التدخل الجراحي؟ أو إيه هو الجهاز التعويضي؟ أو إيه هو جراحة الدعامة؟ في ناس بتسميها مسميات أخرى يعني، لكن هي دي الأسماء الأشهر، الجهاز التعويضي أو الدعامة. قصة بمنتهى البساطة، أنبوبتين من السيليكون جواهم سلك من المعدن، هنشوف كده على الشاشة صورة للجهاز التعويضي. أنبوبتين من السيليكون جواهم سلك من المعدن، الأنبوبتين دول بيركبوا
مكان الغلافين المسببين للانتصاب. بدل ما النسيج يتملي بالدم فيبقى كأنه أنبوبة، احنا هنركب له الأنبوبتين دول جوه القضيب. اللي هيحدث ببساطة زي ما حضراتكم شايفين كده، انتصاب مستمر. طب أنا أمشي إزاي بانتصاب مستمر؟ ألبس إزاي هدومي؟ بمنتهى البساطة، الانتصاب المستمر ده أو الجهاز التعويضي ده بيتني تحت الملابس الداخلية، ما بيبانش خالص، حدش بيشوفه ولا حد بيعرف أي حاجة. في وقت ما أريد الانتصاب بفرد الجهاز ده زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كده، بيبقى قوي جدا، تقريبا قوة الانتصاب الطبيعي وأكثر، وأقدر أعمل العملية الجنسية مفيش أي مشكلة. فالجهاز التعويضي أو عملية الدعامة من الحلول الكويسة جدا لضعف الانتصاب، لكنه هكرر للمرة الألف الحل الأخير، لأنه للأسف في ناس بتستخدم الجراحات لمكاسب أخرى، مكاسب تجارية أيا كان. الانتصاب ليه كذا حل، أو ضعف الانتصاب ليه كذا حل، آخر الحلول هو الجراحة أو الدعامة أو الجهاز التعويضي. نقول بقى ما له وما عليه. ما له إنه هو انتصاب كويس جدا، تقدر تعمل جماع بطريقة سليمة تماما، الزوجة مش هتشتكي من أي حاجة، الإحساس طبيعي تماما، القصف طبيعي، الإنجاب طبيعي، كل حاجة طبيعية. طب إيه مشاكله؟ مشاكله يمكن سعره بالنسبة لبعض الناس، لأن هو مش رخيص الحقيقة، بس ممكن سعره يكون بيعمل مشكلة. حاجة تانية إنه هو لو ما تركبش بإيد خبيرة يعمل كوارث طبعا، لأنه هو لازم يركب بإيد خبيرة عارفة بتركب فين وإزاي بيتقفل إزاي، لازم يتعمل تحت ظروف تعقيمية عالية جدا، مش زي أي عملية تانية، مش زي الزايدة، مش زي الكبد، مش زي أي حاجة. الجهاز التعويضي ده بيتعمل تحت ظروف تعقيمية عالية جدا، تصل إلى الظروف التعقيمية اللي بنعمل فيها صمام القلب، لأنه هو شديد الخطورة لو وصل له لالتهابات، شديد الخطورة. لكن لو اتعمل بطريقة مظبوطة هيدي نتيجة كويسة جدا، والمريض ده هيخلص من عملية الضعف الجنسي إلى الأبد، لأنه على طول كويس، خلاص عنده الانتصاب على طول. بعض الأسئلة الشهيرة اللي بنتسألها عن الدعامة أو عن الجهاز التعويضي، طب يا دكتور أنا هحس نفس الإحساس؟ هتحس نفس الإحساس. طب هيحصل قصف؟ هيحصل قصف. طب هقدر أخلف بعد كده؟ هتقدر تخلف عادي خالص. طب هل زوجتي هتلحظ أي تغيير؟ لا، مش هتلحظ أي تغيير. طب هل هيبقى فيه جرح أي شكل خارجي؟ ولا حاجة، لأن أصلا الجرح اللي احنا بنعمله بيبقى الفتحة مكان خط الطهارة، فمبيبقاش فيه أي حاجة، هو نفس الخط الداكن اللي موجود أصلا على القضيب، مفيش حد هيحس بأي حاجة. طب في حاجة هتبان وأنا لابس هدومي؟ خالص، ولا حد هياخد باله. يبقى إذن الجهاز التعويضي، هقول تاني، كآخر طريقة للعلاج للضعف الجنسي نسب نجاحه هايلة الحقيقة. كده احنا استعرضنا مع بعضنا طرق علاج الضعف الجنسي أو الأدوات الموجودة مع الطبيب المختص لعلاج حالات الضعف الجنسي. بعض النصائح البسيطة اللي هنقولها للناس قبل ما ننهي موضوع الضعف الجنسي عن كيفية تفادي الضعف الجنسي، أو إزاي نقلل نسبة الضعف الجنسي في المجتمع إلى أقل نسبة ممكنة. زي ما قلنا، أول حاجة التربية الجنسية، نربي أولادنا بطريقة صحيحة. أحد الأمثلة الحقيقة اللي بنشوفها كتير جدا اللي هي حالات تغيير الجنس، اللي هو واحد راجل كامل الرجولة وعايز يبقى ست، أو ست وعايز تبقى راجل. الحقيقة إن ده خطأ في التربية، لأن هو من وهو طفل صغير والده ووالدته ما فهموهوش إيه الفرق ما بين الراجل والست، وإنت إيه وزميلتك اللي في الحضانة معاك إيه. الطفل ما يكملش 4 سنين من العمر إلا هو عارف كويس قوي هو ولد ولا بنت، وإيه الفرق ما بين الولد والبنت. ما ينفعش نلبس الولد ملابس البنت عشان ما يتحسدش، الحاجات دي ممكن تعمل بعد كده مشاكل كبيرة جدا، وما ينفعش نلبس البنت ملابس الولد. لازم يحصل تفرقة واضحة من وهو صغير ايه الفرق بين الولد والبنت. لازم يكبر وعنده ثقافة جنسية، لازم يفهم يعني ايه انجاب، يعني ايه اخوه موجود في بطن مامته مثلا، لازم يفهم القصة دي. لما يسأل انا جيت منين لازم يترد عليه رد عقلاني، ما نردش عليه اي رد، ما فيش حاجة اسمها احنا لقيناك جنب الجامع، ما فيش حاجة اسمها كده. لازم يا جماعة الردود تبقى عقلانية علشان نقدر نوصل للطفل حقيقة تبين له ان احنا مش كدابين ومش ما عندناش معلومات، لا احنا عندنا معلومات وفاهمين
هنوصلها بمنتهى الأدب وبمنتهى اللباقة وفي نفس الوقت بمنتهى الوضوح لهذا الطفل. لما تكبر الناس لازم نفهمهم ايه أضرار الجنس في سن صغير، ايه أضرار الحمل في سن صغير، لازم نفهمهم يعني ايه العادة السرية، والعادة السرية دي هل ليها أضرار ولا ملهاش، طب ايه هي أضرارها، لازم نفهم البنت يعني ايه دورة شهرية وهتيجي امتى، ولازم نفهمها ايه اللي هيحصل بالظبط. فالثقافة الجنسية مهمة جدا. حاجات كتير نتجنبها في حياتنا زي ما قلنا، السجاير والمخدرات وطريقة الحياة الخاطئة والأكل الخاطئ والسمنة وحاجات كتير جدا. في حاجات كتير لو قدرنا نتفاداها هنقدر نوصل إن شاء الله لحياة جنسية كويسة. بنتمنى لحضراتكم حياة أسرية سعيدة، وأرجو إن احنا نكون وصلنا معلومة مفيدة فادت ناس كتير كانت بتبحث عنها، وإن شاء الله نشوفكم بخير في حلقات قادمة.